مرحبا عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الو اليوم كما شفتوا في العنوان جيتكم بوصفه تاع بريوش سالي وسكري في نفس الوقت، تما هنا تقدروا ديروا له لا فارس اللي حبيتوا، اسكو مالحه ولا حلوه. دونك ما نطولش عليكم ونروحوا ديراكتومون للمقادير. بالنسبه للمقادير عندنا نصف كاس تاع زبده، نصف كاس تاع زيت نباتي، كاس كامل تاع حليب دافئ، نصف كاس تاع ماء عادي، بيضة كاملة وبياض بيضة، 3 ملاعق كبار تاع سكر عادي، ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، ملح وفارينة باش نلمو العجين. الوغ نبداو على بركة الله. هنا عندي كاس تاع الماء الدافي، راح نديرلو ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز ونزيد لها ملعقة كبيرة تاع السكر. تما هنا راح ندير الملعقة الأولى تاع السكر هنا وزوج الباقيين نديرهم في العجين. فوالا نحركهم ونخليهم يتفاعلوا مع بعضياتهم ونروحوا نخلطوا باقي المقادير مع بعض. الوغ في اناء للعجن ناخذ الخميره تاعي اللي راهي اختمرت وتفاعلت مع بعضها هي والسكر، فوالا، زائد 2 ملاعق هذوك اللي قعدوا لي تاع السكر، زائد بيضة كاملة وبياض بيضة، نزيد نصف كأس تاع الزبدة دائبة، نصف كأس تاع الزيت، كأس حليب دافئ، وأيضا الكأس تاع الماء الدافئ. نخلط كامل هادو مع بعض. هنا نبدا نضيف الفارينه شويه بشويه حتى تلم عندي العجينه ونحسها طريه ونخليها تختمر فيما بعد. دونك هنا الفارينه ما نبعش حل القياس تاعها نقول لكم اكزاكت، خاطر كل فارينه وكيفاه وكل وحده كيفاش تعبر الكاس تاعها. اذا هاوليك هاي ليك العجينه تاعنا بعد ما لميتها مليح بالفرينه كما راكم تشوفوها، لازم تكون شاده روحها مليح ومنطن تكون طريه بين يديكم. انا هنا حنخليها تختمل لمده ساعه تقريبا، يعني على حسب درجه الحراره تاع المطبخ ديالكم، ونعاود نوليو ان شاء الله. اذا هنا هاي ليك العجينه تاعنا بعد ما خمرت، هنا نكسر لها التخمار ديالها كما راكم تشوفوا ونرش ابخي لو بلون دو طراف ديالي بالفرينه وينحى، يساعدني بيان سور وين نحط لي بول ديالي بعد ما نقرصهم دوك تشوفوا باش ما يلصقوش. فوالا ونقسم العجين على 2 باش يعاونكم تبداو تقرصوا في لي بول. فوالا وهاي ليك. هنا نبدا نشكل كريات متوسطة الحجم ونحطهم لهيك وين رشيت الفرينة باش ما يلصقوش. نكمل انا بهذه الطريقة هذه ونعاودو نتلاقاو من بعد. اذا هم ليك هنا لي بول تاوعنا بعد ما قسمتهم، دوك نبدا نحلهم على شكل دائري وندير لهم الشوكولاته كما راكم تشوفوا. عاونوا روحكم بالفرينه، وانا الحشو تاعي هذا اللي خيرته اللي هي الشوكولاته، هي شوكولاته صنع منزلي، نتوما تقدروا تعوضوها بالنيت اللي عندكم او الجبن ولا حتى لا كونفيتور، هذا الشيء قعد اختياري، حتى في الشكل يقعد اختياري. فوالا ناخذ ملعقه هكا صغيره ونطليها فوق العجين والشكل ايضا اختياري، تقدروا تخليهم هكا سي دي بول، تما تعاودوا ديروا لهم الشوكولاته وتعاودوا تكوروهم على شكل دي بول، ولا ديرهم على شكل كرواسون ايضا تحلوها وتقسموهم 3 خطوط في الاخير وتلفوا ويخرج لكم على شكل. نتلاقاو فيما بعد. اذا هنا هاوليك البريوش تاعنا بعد ما كملتو، دونك هنا نخليوه يخمر حوالي 40 دقيقه ونعاودوا نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله.
اذا هنا هيك بعد انتهاء عمليه التخمر كما نشوفك باش جايين منفخين، هنا راح ناخذ صفار تاع البيضه اللي قعدت لي من قبيل، ونزيد لها ملعقه صغيره تاع سكر غلاس نخلطهم. ونطليهم السطح تاع البريوش ديالنا هكا باش يكون عنده لون في الاخير. دونك هنا حندير لهم السانوج من الفوق، كما قلت لكم هما يجوا سكري سالي في نفس الوقت، تما سي بوغ سا خيرت ندير لهم السانوج. واذا ما كنتوش حابين تقدروا تعوضوه بالسكر مثلا من الفوق، ولا كما يقولوا فيرميسال او شوكولا، حاجه اللي راكم حابينها، جلجلان بوركوا با، تما الحاجه اللي راكم حابينها وعندكم في البيت. هنا حندخلهم للفرن على درجه 200 حوالي ربع ساعه هكاك، ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هاوليك البريوش تاعنا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش جا اللون تاعو رائع، الطياب تاعو يجي خفيف برك. دوك تشوفوا حنقطع لكم واحده امامكم باش تشوفوها، يجي هشيش وخفيف ما شاء الله. شوفوا هنا مازالو سخون، فوالا شوفوا كاش يجي ما شاء الله. اذا كانت هذه هي الوصفه تاعنا اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، و الى عجبتكم دعموني بان لايك، وايضا شاركوا هذا الفيديو مع احبابكم وناسكم باش حتى هما يستفادوا. وانتم ايضا بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش ولا جدد على القناه، ما تنسوش الاشتراك مع الضغط على زر الجرس باش يحصلكم كل جديد ان شاء الله، وحين نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده. الى الملتقى.